معي المهندس الدكتور عماد سعد، مستشار الاستدامة ومسؤولية الاجتماعية، ليحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك معنا دكتور عماد، كمستشارين ومراقبين بهذا الموضوع، هذه المحادثات اليوم ببون ستخرج بكتاب قواعد لاتفاق باريس 2015، ما الجديد الذي يمكن أن يضاف؟ شكرا لك سيدتي. أهلا وسهلا. ما نأمله من هذا المؤتمر هو أن تتفق الدول المشاركة به على آلية إلزامية لتطبيق هذه المخرجات، وإلا سوف تبقى حبرا على ورق. المخرجات هي واضحة أم ينتظر الناس، يعني يترقب بأن يخرج هذا المؤتمر وهذه المحادثات أن تخرج بكتاب؟ هي ستخرج بكتاب، بس انه هل من جديد؟ انا المتوقع انه تخرج بكتاب، يعني اجراء تنفيذي لاتفاقيه المناخ 2015 في باريس. هذه الاتفاقيه التي يعني انتظرها العالم كثيرا وتم التوافق عليها بغض النظر عن انسحاب ترامب منها ام لا، ممكن الامر يعني يصير عليه تسويه اخرى. صحيح، يعني هم يدرسون الموضوع، موضوع الانسحاب، لكن انما نحن نعول على هذا المؤتمر لكي يكون هو خارطة الطريق او اجنده تنفيذيه او اجراءات تنفيذيه لتطبيق اتفاق باريس التغير المناخي. نحن بشكل عام يعني امامنا على مستوى العالم يجب ان تتحمل الدول مسؤولياتها تجاه الخطر القادم. اليوم التغير المناخي حقيقه وليس ترف فكري، الحقيقة القائمة هذه تستوجب أن نستشعر المسؤولية جميعا، لأن الأثر الناتج عن الآثار السلبية للتغير المناخي لن تدفعها دولة دون أخرى، العالم كله سوف يدفع الثمن، فبالتالي نحن ذاهبون إلى المكان الذي لا رجعة منه، وبالتالي يجب علي تفضلي. بموضوع المحادثات نتحدث عن حوالي 200 دولة تشارك بهذه المحادثات، وكما قلت يجب على الدول أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع، ما المسؤولية والتي تقع على عاتق كل دولة، وهل يختلف هذا بين دولة وأخرى؟ من حيث المبدأ تتحمل المسؤولية بأن تعيد النظر بالسلة الطاقوية التي تحتاج إليها كل دولة، بأن تكون أن تغلب عليها الاستثمار في الطاقات المتجددة على حساب الوقود الأحفوري. يعني هذا أهم يعني بند رئيسي يجب أن نسعى إليه، لأن هذا التغير المناخي سببه الاحتباس الحراري الذي سببه الغازات الدفيئة المنبعثة إلى الغاز الجوي، من ضمنها وأهمها وأخطر هو ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري من الآليات والطائرات والسيارات وما شابه ذلك. فبالتالي يعني نحن يجب أن نعيد النظر بالسلة الطاقوية أو تجديد الطاقة، تجديد مصادر الطاقة بأن تكون متجددة. صحيح، هذا من ضمن الأمور التي يجب أن تحدث إن شاء الله مناقشات أخرى. استفسار أخير، تحدث عن آلية إلزامية، هل يجب أن تخرج هذه المحادثات ضمن الكتاب الذي ستخرج به ببنود تلزم الدول، بنود ملزمة؟ نأمل اليوم كل ما كبر التحدي كل ما صرنا مضطرين نقبل بمخرجات أكثر صعوبة وأكثر ألما، بمعنى آخر نحن اليوم علينا أن نتكيف مع الخطر القادم وليس أمامنا أي خيار آخر إلا أن نتكيف وأن نقلل من الآثار السلبية الناتجة عن النشاطات التنموية تبعنا. والمعادلة واضحة لكل الدول، بس بصراحة الصراع هو ليس بيئي، الصراع اقتصادي سياسي بامتياز. أنا أشكرك جزيلا. الدول هو صراع سياسي اقتصادي بامتياز. نعم. بغلاف بيئي. نعم. أنا أشكرك جزيلا دكتور عماد سعد، مستشار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، على هذه المشاركة معنا.